السلام عليكم متابعين صفحة محلية زيت بيت، مرحبا بكم في الفيديو هذا. راح نشرح واحد المشكل كاين هاد الايام. الطيور بزاف كما نسمعوا، الكناري، البيريش، اي طير في هاد المرحلة تاع بداية الخريف يبدا في مرحلة السقاف، يعني يبدل الريف تاعو كامل. وهاد المشكل كاين بزاف اللي يعاني منه، يدير له لوسخ في الدار، الريش، القشور تاع الماكلة هادو يطيروا في كل بلاصة، يبقى بالكنسة يكنس، كاين اللي يتعب، كاين اللي حتى يكره يعيف من هذوك الطيور. الحل هذا تاعو سهل، عندنا الشبكه هذه سبيسيال خاصه بالقفص الشكوبري، ما يطير لكش الريش في الدار وما يطيرش القشور تاع الماكله تاع البراقه ولا الزريعه تاعها. كما راكم تشوفوا هذه تاع الكاجا الكبيره السيباراسيون، كاين تاع الصغيره، ها هو الشكل تاعها كيفاش تجي دايره. حاجة مليحة تكوبري الريش يبقى لداخل، القشور تاع الزريعة يبقاو لداخل، كلش يكون محمي هكا ما يوسخلكش الدار. سيرتو الناس اللي ساكنة في ديار صغيرة ما عندها لا جاردان لا كولوار لا هول. وهادي تاع الكاش الكبير تاع الكوبلاش. المهم مرحبا بكم عند محل يزيد بس.